اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده طالعين بلوج، هنعمل بلوج من الصحراء، هنعمل كامبينج. هلا 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 على فكره انا الوحيد اللي وصلت لوحدي، انا الوحيد اللي وصلت. هلا يا باشا، مبارك يا الله. يلا يا غالي، يلا. هذا لوكيشن راشد ضيع الناس كده. على فكره والله انا جيت عليه، انا مش عارف هو بعت لكم لوكيشن عامل ازاي، بس انا جيت مظبوط. انت الوحيد ما شاء الله وصلت بالظبط. ده معدي لوكيشن ام الكويم. هلا هلا الغالي. يا ابوي شوي شوي على الناس كسرهم. يا شرطة مرحبا فيه. انت مثلا عندك، لا في ناس عرب كتير، وده اللي يثبت لك العكس. يعني انت ايه، العرب لما بيروحوا اوروبا بيبقوا متميزين وبينجحوا في شغلهم هناك وبينجحوا اكتر. بس خلاص بقى انزل بقى يا عم. انت ها معقول؟ مار دي ما تعرفش حسن الموتور حرك زال كم زال؟ ده سابني شيخ فايز. هلا 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 هلا
باشا يا باشا يا واحد ولع بالناس يا ولع بالناس اميزنج سيرفيس قول اميزنج سيرفيس نعتذر على المشهد بيعمل حمام بالصحراء اسف طالعين ايه بقى ايه كمل كده ايه في اخر ايام قبل رمضان قبل الشهر الكريم كل سنة وانتم طيبين طيب وان شاء الله هاي الايام تتجدد امين على خير اللهم امين في الصيف بعد بنسوي لكم بلان بعد يا مساهل يا مساهل زمان نخش ايه حق شوقي اللي ما بيعرفش عربي خالص حريني عربي ايوه ايوه كلمة زيري يا انا بقال قال الجزائر ايوه على انت لو حد فاهم حاجه حد فاهم حاجه منه مش عارف عملوا له انترفيو ازاي ده طيب استنى بقى نوريكم ايه المكان عامل ازاي حلف مصري من الحاج فايز الشيخ فايز يا مسيا بدر حماد هلا 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 اميزنج سيرفيس الشيخ فرحان الله سلام متحرش الرسمي الشيخ معاذ السلام عليكم عايز ازوق على الفل سلام كبير للشيخ عبد الله احلى 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 صحبه اهلا شيخ عبد الله اهلا اللي مضيعنا كلنا بعت اللوكيشن غلط انت قلت لي ضايعين بس محمود اللي وصل صح بقيتكم ضايعين كلنا واخدين اللوكيشن غلط واحد صار لي شكل حمال هناك واحد صار لي عنده سويفت داش يقطع لا بس والله يعني منك انت راشد عمل مجهود النهارده كل واحد هنا هو اللي راح جابه من مكانه واحد هناك صار واحد صار هناك كتر خيرك والله يا رب. الموضوع اللي انطرش لنا يعني. ما بعته لي برضه فايز وانا جيت بس انا ما اعرفش انت احسن معاكم ايه. نحن وصلنا على طول لا غير ضيانه؟ ايوه. لا. بعد العشاء بعد العشاء فايز. هتشبعهم من هنا. ايه ده يا شيخ فايز؟ هذا مسخن. مسخن الله عليك. ايوه. هتشبعهم ما ينفع.
يا اخي ياسين الجماعه من يوم الصبح لازم شويه يدفون، لازم شويه يدفون. بعد العشاء يحلون على شبع منفه صح؟ لا لا خفايف 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 هاي خفايف افتر. احنا نقول مسخن مسخن. ايوه هو مسخن. قرب يا مخرج. هاي هاي جاي جاي جاي. ايوه يا مخرج. ايوه بسم الله. ايوه يا رب يا شيخ سعود. يا طبعا هنشتهر. ايوه زياده. ايوه ايوه الشيخ الشحن والباور بانك. عشان انا معيش البطاريه تفصل يا عم. ده ليه انا يا عم سيدي الباور يا جدع ساعدني يا جدع. تليفوني 10% يا جدع والله 19% بس. Ladies and gentlemen. وين انت قاعد انت؟ Ladies and gentlemen, we are in King's College Hospital. استنى 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 والله لا سمحت. كمل كمل. Ladies and gentlemen, we are in King's College Hospital team. We have the dinner from Faiz Ibrahim. Faiz. For his celebration. And thank you. And who not come? We are sad from him. Don't talk with us. Thank you. يلا شباب. طيب يا جماعه بعد ما خلصنا الاكل والتمام والدنيا اللذيذه راشد هي ايه هيلعبنا لعبه. هنشوف دي لعبه فاهمان عامله ايه. ايه اللعبه بقى مش فاهمين ده الشيخ راشد بقى ونشوف دماغه ماشيه ازاي. عمال اشرح للناس ويا رب يكون بيشرح صح. مش عارفين بيعمل ايه. لا لا بتاعك ده الشيخ فرحان اميزنج سيرفيس قاعد على طول كده ما بيعملش اي حاجه. لا شبابين حلو. طب ما هو وهو الدبابيس بتاعته هناك عادي. ما تمر فوق تمر شيء. لا خدام خدام شيء. ماشي يا عم اهو. هو انت واقف هو مين اللي على الاربعه دوت انا؟ انت بتعمل انت حرام انت كمان يا عم. انا طلعته يا ابني انت مش فاهم عمل ايه. ركع ركع بتاعت حسن بتاعته بره. هو عضانية والله عضانية. هو كان واقف هنا؟ اه محمود كان واقف هنا؟ لا زي ما هو انت فريتها منو اللي فريتها؟ ازاي؟ انا جلدها من هنا يا ابني. انا هنا عند الاربعة. انا حط بتاعتي دي عند الاربعة وانت بتاعتك ترجع. هذه كويس بتاعته اربعة. بتاعتي اربعة وبتاعتك انت في البيت يا حبيبي. ده اللي فريتها. ايوه هاي انا اللي فريتها لك. اطلع على البيت. وادي خيام ده بدل بتاعتي انا يا عم. استنى وادي كام؟ ربك ينصر يهمل ولا يهم. يهمل ولا يهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. معلش يا عم روح. لا 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 انت متى طلعت؟ مش بتطلع ستة؟ هو مطلعك ده ترجعها لك. واللاعب الثاني جاب خمسة. روح روح. بص يا حاج فايز رجعك مع البيت. لا مشوار. لا مؤاخذة دي بتاعتك انت. انا قلت خمسة على البيت. ايوه السلام عليكم. ماشي مالي يا اخي. اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة. ارجع. واحد اثنين ثلاثة اربعة. ارجع. لا يهمل ولا يهمل. ارجع انت. ارجع خد التليفون حطه هنا كده في الكورة. لفوا عليك. ها والله لفوا عليك. ما حدش عملها. هو بص ربنا جابها كده الثلاثة ورا بعض يا مراجع. سبحان الله. حسسوني اني ظالم. بص يا شيخ حسسوك انت ظالم. مالي يا مالي. هرجيت يا ابني.
تابعني انت بس كده احنا وقفنا بقى يطلع لي ست عشان اجيب واحده من هنا بقولك شيلها شيلها عشان خاطر طلعنا انا لا استنى بس لا سيبها سيبها طلعني انت طلعه بالعكس ده هو كده هو اللي طلعني بس انا عايز احرك دي مش عايز احرك دي انا عارف عشان دي ما تطلعش بعيده انت نجي سبع سته اي سته سته الله يبارك بسم الله عايز ايه انت انا واحد اثنين ثلاثه خمسه سته ايوه وصل عندك ايوه هنا موت يلا انت طبعا انت نايم ايام ودول نداولها بين الناس ماشي يلا بقى محل عشان بكره رايح المستشفى عندي شو عندك لا عندي تنس تيبل هنلعب بكره وبتاع مسابقه وكده المستشفى الساعه كام الساعه 7 ونص لغايه الساعه 10 ونص يلا نام يا حبيبي دازة يا عم روح وخلاص يلا نشوفكم على خير سلام يا جماعة السلام عليكم سلام يا شباب يا جماعة كانت آخر نهاية الفلوج مع شباب الحلوة ايه الشباب الحلوة شيخ عبد الله روحك اسود احلى روحك اسود وين بتبين في الظلام احلى احلى ناس احلى صحبه واحلى قعده غلط ليه صوره انا بقى ماشي يلا بينا نصور بقى ايه قبل ما نقفل الفلوج يا جماعه السلام عليكم يا شباب اهلا وسهلا سلام ما تعملش فوضى ماشي حاضر ودي كانت يا جماعه اخر نهايه الفلوج واشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.